مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة وآخر الأسبوع. طبعا زي ما عودنا حضراتكم بنحاول بقدر الإمكان يكون معانا أهم الأخبار اللي حصلت على مدار الأسبوع وأهم المواضيع اللي حضراتكم حابين تتابعوها معانا. كمان النهاردة إن شاء الله هيبقى معانا فقرة حوارية مهمة جدا، هتبقى عن مشروع قانون. القانون ده الحقيقة أثار جدل كبير ما بين المواطنين خلال الفترة اللي فاتت، وهو مشروع قانون المرور الجديد. كل واحد فينا عنده معلومة بيعمل لها شير على الفيسبوك، أو كل حد سمع عن جزء من القانون بيحطه على واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن يبقى خطأ ممكن يبقى صح. الحقيقة أن في حاجات كتير قوي من اللي تم تداولها على السوشيال ميديا خلال الفترة اللي فاتت الخاصة بقانون المرور الجديد مش صح، وفي حاجات تانية طبعا هي صح. بس ايه هي الغرامات اللي موجودة، وايه هي المخالفات اللي تم استحداثها في القانون؟ زي ما الناس قالت مثلا ان اللي بياكل وهو بيسوق هيدفع غرامة والكلام ده كله، ده هيبقى موضوع فقرتنا ان شاء الله الحوارية، وهيبقى ضيفي فيها طبعا سيادة اللواء مدحت قريطة مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، وهو واحد من الناس اللي ساهموا في وضع هذا القانون. هيكلمنا اكتر عن القانون ده باستفاضة، هنعرف ايه هي بنود القانون، هل بالفعل كل اللي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صح، وايه هي الحاجات اللي ليها عقوبات وايه اللي ملهاش عقوبات. كمان احنا هنفتح التليفونات خلال هذه الفقره، لو اي تساؤل عند حضراتكم هيكون موجه ان شاء الله لضيفي سياده اللواء مدحت قريطم. خلينا بقى سريعا نبدا باخبارنا، وجايز الخبر الابرز والخبر الاول معانا النهارده هيبقى عن موضوع بيشغل كتير من الناس، وموضوع اتكلمنا عنه كمان كتير. هتكلم عن الأول، الفترة اللي فاتت كان في نشاط مكثف لرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأسبوع اللي فات، كان آخره هو الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس مع عدد من الوزراء على مدار الأسبوع. آخر اللقاءات دي كان امبارح، الرئيس عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والنهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، واللي الحقيقة بيتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد طبقا للحاجات اللي أنا هذكرها لحضراتكم. أول حاجة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 شهور، إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفى في جميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. ثالث حاجة توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات. رابع حاجة المسح والعلاج لفيروس سي بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية، وده خلال سنتين. خامس حاجة هو الانتهاء من تجهيز وميكانة محافظة بورسعيد من الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق على في باقي المحافظات طبعا تباعا. المرحلة الأولى بتتضمن السويس، إسماعيلية، شمال وجنوب سيناء. وبكده بيستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة حكمه الثانية ببدء تنفيذ مشروع قومي كبير لإصلاح النظام الصحي في مصر. ولكن الأهم عشان نقدر نستفيد ونحس بجدوى المشروعات دي بسرعة، لازم ان احنا نبدأ احنا كمان نشتغل على تخفيض معدلات النمو السكاني، وجايز ده اللي وزيرة الصحة اتكلمت عنه في لقائها مع الرئيس امبارح من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتحفيزية. ده كمان حاجة مهمة جدا، لان احنا اتكلمنا كتير قوي عن مشروع التأمين الصحي وفيروس سي، وكان عندنا مشاكل كتير فيها، وكان من المهم ان احنا نبدأ نشتغل عليها. وده جايز اهم الاخبار اللي كانت على مدار الاسبوع، واللي النهاردة القرار اللي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني اخد حضراتكم لخبر تاني من وزارة البترول. من أهم أحداث الأسبوع ده كمان هو مؤتمر صحفي عقده سيادة الوزير المهندس طارق الملا وزير البترول. المهندس طارق الملا أعلن من خلال هذا المؤتمر أن مصر هترجع لتصدير الغاز الطبيعي العام القادم. الوزير طارق الملا قال أنه تم بالفعل نجاح وزارة البترول في تخفيض حجم المستحقات المتراكمة عليها للشركات الأجنبية،
من 6.3 من 10 مليار دولار في أكتوبر 2013 ل 4.2 من 10 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، طبعا مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طول الفترات السابقة. أضاف كمان وزير البترول أن بعد ثورة يونيو 2013 الدولة حرصت، ووزارة البترول كانت حريصة هي كمان على تأكيد التزامها بالوفاء بسداد كل المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج السداد عشان تخفيض حجم المستحقات. عايز أقول لحضراتكم كمان أن المهندس طارق الملا قال أن عدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب كان ليه تأثير سلبي على أنشطة صناعية زي البترول والغاز، وأشار كمان أنه تم الانتهاء من إغلاق شهر يونيو 2018. أكد الوزير كمان أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت إلى 1.2 من 10 مليار دولار من إجمالي 2.3 من 10 مليار دولار خلال الفترة اللي فاتت. وزير البترول أضاف كمان أن من النتائج المهمة كمان هو إعطاء دفعة كبيرة للشركاء الأجانب للاستثمار في السوق المصري. كمان اتكلم الوزير عن فكرة الالتزامات التعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية واللي هنبدأ في تلبيتها بنهاية العام. توقع كمان في المؤتمر الصحفي ارتفاع انتاج مصر من الغاز الطبيعي الى 6.75 مليار قدم مكعب يوميا في نهاية العام الجاري، وده هيكون بدعم من زيادة انتاج حقل زهر. طيب انا معايا على التليفون للتعليق على الخبر سيادة الوزير المهندس طارق الملا وزير البترول. سيادة الوزير مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذة دينا. سيادة الوزير. الو. معالي الوزير مساء الخير يا فندم. مساء النور، انا معاكم، ما انا سامع اهو. اهلا بحضرتك، معلش الصوت ما كانش واضح بس يا معالي الوزير. الصوت مش كويس فعلا. برحب بحضرتك طبعا في اخر الاسبوع وبشكر حضرتك على مداخلتك من خلال برنامجنا، وعايزه يعني تعليق حضرتك في الاول على فكره مديونيات الشركاء الاجانب اللي كنا اتكلمنا فيها. طبعا كان في مستحقات متراكمه لفتره طويله، وحضرتك جيت كنت عامل مؤتمر صحفي للتعليق على هذا الموضوع، اتفضل يا فندم. مظبوط، هو الحقيقه احنا طبعا يمكن في اعقاب الثوره بتاعت يناير 2011 بدات المديونيات او مستحقات الشركاء الاجانب تتراكم علينا لغاية لما وصلت في أقصاها 6.3 مليار دولار في أواخر 2012 أوائل 2013. الحقيقة أن ده كان رقم كبير جدا. صحيح. كان شكلنا قدام العالم مش كويس لأنه رقم كبير، ثانيا مفيش يعني تحرك في شكل السداد، وبالتالي كان بتخلي كمان غير عدم وجود استقرار أمني وسياسي واقتصادي وقتها، كان كمان مدية عدم طمأنة للشركاء الأجانب إن هم يجوا يستثمروا أو يزودوا الشغل بتاعهم في مجال البترول والغاز في مصر. فالمهم إن إحنا طبعًا منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 وكانت الاستراتيجية بتاعتنا واضحة بإن إحنا بنتكلم على التزامات الدولة من كل النواحي، ولما نيجي نتكلم على الالتزامات جزء كبير منها وأهم هو الجزء المالي. فبالتالي لما حطينا إن ده من ضمن الخطوات بتاعتنا بالإضافة إلى طبعًا توفير المنتجات البتروليه وتامين الاسواق بكل احتياجات السوق سواء للانتاج الاستهلاك المحلي او للصناعه، كان اول حاجه مهمه بالنسبه لنا احنا نشتغل على تخفيض هذا الرقم. وبالفعل احنا بدانا نخفض هذه المديونيه المتراكمه الى ان احنا وصلنا السنه اللي فاتت في 30/6/2017 وصلنا ل 2.4 مليار دولار. النهارده لما بنقول السنه دي ان احنا في 30/6/2018 وصلنا ل 1.2 من 10، ده رقم كويس جدا وبيؤكد ان احنا مستمرين وملتزمين بتخفيض هذه المديونيه الى ان نوصل بها لصفر ان شاء الله بحد اقصى باذن الله تعالى على اخر السنه الجايه 2019. المهم ان احنا عايزين نقول ان الرقم ده كمان مش بس بقى ان احنا نزلنا لادنى مستوى لغايه دلوقتي من 2012 لما بلغ من 6.3، لا ايضا قبل الثوره في 30/6/2010 كان وصل لمليار و350. لما نوصل النهارده لمليار و350 ده يبقى رقم ممتاز جدا، ده هيشجع بقى الشركات اللي هي مش بس ده قد ايه معالي الوزير بيدي ثقه للشركات اللي موجوده والتانيه كمان على الاستثمار اكتر في هذا القطاع.
ده صحيح. هو قد ايه ان هو بيبقى لما بتيجي شركات جديده، وده اللي احنا عايزين نقوله بقى، انه احنا بنستهدف مش بس شركائنا او الشركات العامله في قطاع البترول، الشركات الاجنبيه اللي عامله في مصر فقط، لا، ايضا عايزين ان احنا نجذب شركات جديده تدخل عندنا. في شركات عالميه اخرى كثيره في العالم لكن لسه ما دخلتش مصر، احنا بنستهدفها، وده يكون عن طريق ان احنا مش بس الاصلاحات الاقتصاديه اللي الدوله بتقوم بيها وكافه القوانين الجديده المحفزه للاستثمار، بل ايضا بنتكلم على طب عملتوا ايه بقى في مديوناتكم؟ لا، اما شوفوا ان احنا ما عندناش متراكم مديونيات، يبقى دي كمان تبقى من ضمن الخطوات الايجابيه اللي تساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات لما نيجي نجذب مستثمرين او شركاء اجانب جداد، تبقى حاجه مهمه في وده معناه ايه بالنسبه لنا في نهايه الامر؟ ان احنا بنحفز الشركات الاجنبيه الجديده تيجي تدخل تبتدي تعمل عمليات كشف وبحث عن البترول، يبقى يكون فرص اكتر بالنسبه لنا ان احنا نزود انتاجنا ان شاء الله، ونزود من الاكتشافات الممكنه. ده ياخدني معالي الوزير لزياره حضرتك لواشنطن، وجايز حضرتك كنت هناك التقيت بمسؤولين ووزير الطاقه، واكيد ده كمان واحد من الحاجات المهمه اللي ممكن تزود الاستثمار في مصر. وكمان عايزه اعرف الزياره دي تاثيرها على فكره ان مصر تبقى مركز اقليمي للطاقه خلال الفتره اللي جايه. مظبوط. الحقيقه كان زياره لواشنطن كانت خصوص انه في الوورلد جاز كونفرنس، ده من اكبر مؤتمرات الغاز العالميه، وبينعقد في الولايات المتحده كل 3 سنوات، والحقيقه ان بتبقى فرصه لانه معظم الشركات بل كل الشركات العالميه الكبرى التي تعمل في مجال الغاز تكون متواجده هناك، بالاضافه الى كبار المسؤولين والوزراء من دول العالم المختلفه، بتبقى فرصه ان احنا نتكلم ونشوف يعني هؤلاء المسؤولين، بالاضافه ان احنا نتكلم عن نجاحنا وقصصنا وفرص الاستثمار عندنا. فالحقيقه انه لما بنكون متواجدين هناك وبنتكلم على الاصلاحات، مش كل الناس بتبقى عندها هذه الخلفيه عما يتم في مصر، وبالتالي لازم نكون بنفسنا موجودين في هذه المحافل الدوليه وفي هذه المؤتمرات الهامه عشان خاطر نشرح الوضع في مصر ونشرح ايه الفرص المتاحه لهذه الشركات. ونحن لما بنقول انه احنا في نفس الوقت بقى يتواكب الاعلان مثلا عن ان احنا خفضنا المديونيات، نكون احنا حاليا دلوقتي كمان طرحين مزايدات عالميه حاليا عن طريق هيئه البترول وعن طريق شركه قبضه للغاز، طرحين مزايدات عالميه ل 27 منطقه جديده للبحث والاستكشاف، نقدر بالطريقه دي نكون بنروج لهذه المزايدة ايضا لما نكون موجودين في المحافل الدوليه. حضرتك شفت ردود الافعال هناك عامله ازاي مع كل الحاجات الايجابيه اللي احنا بنقولها، ان كانت اكتشافات جديده او مديونيات تم خلاص تقليلها، يعني ردود افعالهم بتكون عامله ازاي؟ شفتها ازاي في واشنطن في المسؤولين؟ الحقيقه ردود افعال ايجابيه جدا جدا جدا، والحقيقه بيبقوا يعني مقدرين، ويعني مش بس كده، بيبقى العلامات الاثناء بتبقى علينا والاعجاب بتبقى ممتازه، وبتكون نتيجه ذلك ان احنا نبتدي نتكلم على قطاع مهم في مصر بيعمل انجازات مهمه، وفي نفس الوقت كدوله بنتحرك في نفس الاطار من حيث انه ازاي حقوق المستثمرين الاجانب ولا سيما شركات البترول العالميه اللي هي بتبقى الحقيقه من المعلوم ان هي اكبر استثمارات بتبقى استثمارات البترول والغاز في العالم، فبالتالي بيبقى مهم قوي ان هم يتاكدوا المناخ اللي بيشتغلوا فيه مناخ جاذب ومناخ صالح ومناخ يعني بيبقى فيه كل الشفافيه المطلوبه بالنسبه لهم. فالحقيقه ردود الافعال ايجابيه، واحنا متفائلين لان مش بس المزايدات العالميه اللي احنا طرحناها، ان شاء الله كمان اخر السنه ده اللي بنشتغل عليه، احنا طارحين هنطرح باذن الله مزايده لمنطقه البحر الاحمر. البحر الاحمر دي منطقه بكر وما اشتغلناش فيها قبل كده، وان شاء الله على اخر السنه هيبقى عندنا اول مزايده في البحر الاحمر، وبالتالي احنا لما بنتواجد في هذه المحافل بتبقى فرصه ان احنا بنشتغل على الخطه القصيره المدى وطويله المدى، بحيث ان احنا بنشتغل على كل المحاور، وبيبقى عندنا فرصه ان احنا نلتقي بكل الشركات بكافه احجامها، شركات صغيره متوسطه او كبيره، ولكن بتبقى فرصه جيده للترويج. بالاضافه الى ذلك حضرتك كنت بتسالي على واشنطن، فاحنا طبعا من ضمن الاجتماعات المهمه اللي احنا عملناها ان احنا كنا اجتماع ويوم مخصص للبنك الدولي، والحقيقه انه البنك الدولي عرضنا عليه
برزنتيشن وعرض فيما نقوم به فيما يتعلق بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. وبحيث ان هو يبقى معروف احنا بنعمل ايه، عشان دي برضو استراتيجيات لما بتيجي المؤسسات الدوليه والمنظمات الدوليه زي البنك الدولي تبقى على درايه بما يتم من اصلاحات واعاده تطوير كيان كبير زي قطاع البترول، وبالتالي بيبقوا مهتمين جدا لانه بيدونا كل دعم بقى لازم، دعم فني دعم مالي لما نكون محتاجين نوع من المنح او القروض الميسره او غيره او من الدعم التدريب والفني، بيبقى سهل علينا ان احنا ناخد نحصل على الموافقات دي طالما هم مقتنعين وشايفين ماذا نقوم به فعلا على ارض الواقع. مع كل اللي احنا بنقوله ده معالي الوزير، يعني اكيد بقى هتبقى في خلال الفتره الجايه شغل كبير في قطاع البترول في مجال الاكتشافات والى اخره، ده اكيد بيفتح فرص عمل للشباب والناس اصلا بتدور على فرص عمل. ايه هي مواصفات الشباب اللي حضراتكم بتختاروهم في النوع ده من المشاريع تحديدا وفي الاكتشافات دي مع وجود شركاء اجانب زي اللي احنا طبعا عارفينهم؟ فاكيد بيكون في يعني مستوى معين من اختيار الشباب اللي بيشتغلوا في هذه المشاريع. شوفي حضرتك الكلام مظبوط، وطبعا احنا لما يبقى فيه شغل كتير زي كده ده فعلا بيفتح مجالات وفرص كتيره ان شاء الله للتوظيف في يعني القطاعات المختلفه عندنا في البترول. وطبعا احنا في الفتره الجايه طبعا بما اننا قطاع انتاجي فهنبقى مهتمين اكتر بالجامد بالفني من هذا الشق، بمعنى انه يبقى المهندسين والجيولوجيين والمهندسين بكافه انواعهم والجيولوجيين، ده من ناحيه. لكن في نفس الوقت برضه ده ما يمنعش ان احنا مع هذه المشروعات بنحتاج برضه لفنيين، لانه الفنيين زي مثلا لما نقول اللحامين والبرادين وغيرهم من الاعمال والمهن اللي محتاجينها مش بالضروره بتبقى بس مهندسين، بنحتاج فنيين، لان احنا في هذه المشاريع اللي بيتم الانشاء واعمال التركيبات والتصنيع بنحتاج لايدي ماهره مهر ايدي عامله مهر ايضا. وبالتالي احنا ايه اللي احنا بنحتاجه بقى؟ مش بقى محتاج شباب او الخريجين سواء فنيين او مهندسين يبقوا على درايه عامه بصفه عامه باللغات، وبيبقوا كمان عندهم على الاقل مبادئ الكمبيوتر وغيره، لان التكنولوجيا النهارده كل الناس بتشتغل بيها، علشان نقدر ندربهم على الاعمال الجديده والتكنولوجيا الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها فيما يتعلق بتطوير وتحديث القطاع. وبالتالي مع الترويج اللي احنا بنشتغل فيه مصر مع فرص تعظيم الاستفاده من وجود شركائنا من ناحيه ان احنا لما بنزود الاستثمار بتاع الشركات من 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 خلال طرح المناقصات والمزايدات وتخفيض المديونيات وتحسين المناخ للاستثمار، هتبص تلاقي بقى فيه اعمال وشغل كتير. صحيح. وبتخلق فرص عمل كتيره، وبالتالي الشباب دول لازم يبقوا مؤهلين على الاقل بحيث انه نقدر ندربهم ونمكنهم بعد كده وعلى وظائف بالشكل ده كمان معالي الوزير. بس انا طبعا عايز اسال حضرتك عن كشف نور اللي ناس بتتكلم عنه، هل هو إشاعة؟ هل هو فعلا حقيقة بعد حقل ظهري؟ يعني عايز أعرف من حضرتك الموضوع اللي تم إثارته الفترة اللي فاتت يعني. لا هو الحقيقة الناس اتكلمت فيه كتير، لكن هو الحقيقة هو مش كشف لسه ولا حاجة، ده دي اتفاقية والحقيقة إن احنا لسه ما بدأناش نحفر فيها ولا نعمل أي كشف فيها ولا حاجة، من المخطط إن يتم بدء الحفر الاستكشافي في خلال شهرين إن شاء الله، وهذا الحفر الاستكشافي هيقول إذا كان في كشف بترول ولا غاز ولا مفيش، وساعتها يبقى ساعتها نقول إن هيبقى نعلن بمنتهى الفخر، لكن الحقيقة يعني ما حصلش إن إحنا اكتشفنا حاجة جديدة لسه. يعني دي كلها إشاعات فقط على السوشيال ميديا. بس دي يعني اتفضل. هي إشاعات متفائلة وده شيء يبسط يعني. بمناسبة الإشاعات معالي الوزير، طبعا فكرة رفع الدعم خلال الفترة اللي فاتت خلى الناس تبدا برضو في سلسله من الاشاعات، وجايز انا هستغل وجود حضرتك معانا معالي الوزير واخد من حضرتك حقيقه هذا الموضوع. في كلام بيتقال على السوشيال ميديا ان هيتم رفع الدعم مره اخرى خلال السنه دي خلال فتره قريبه، هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ لا 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 الكلام ده مش صحيح خالص، لا الكلام ده عاري من الصحه تماما ومفيش كلام من ده على الاطلاق. لا مش هيتم رفع الدعم خلال السنه دي مره ثانيه زي ما الاشاعات دي منتشره على السوشيال ميديا. لا لا.
عايزه بس يعني اخر سؤال، مش عايزه اطول على حضرتك، بس فكره ان حقل ظهر الناس كانت بتربط ما بين وجود حقل ظهر وما بين ان تم رفع الدعم، الناس جايز مش قادره تفهم فكره ان رفع الدعم شيء والاكتشافات الجديده شيء اخر، فبس توضيح بسيط من حضرتك في هذا الشان. ابدا، هو الحقيقه الموضوعين مش مرتبطين ببعض. احنا النهارده يعني احنا لما بنزود، اولا بنتكلم على ظهر او غير ظهر، نكتشف حقول اخرى ويزيد انتاجنا المحلي، ده في حد ذاته هيبقى له مصايد. رفع الدعم او تخفيض الدعم عن المحروقات او المنتجات ده نهج صحي، هو مش بنتكلم ان هو بنرفع، لان هو مش المفروض ان المنتجات تبقى مدعومه، هو المفروض احنا بندعم الناس التي تستحق الدعم. احنا مش بندعم المنتج وكل الناس تاخده الاكثر دخلا والاقل دخلا زي بعض، لا، هنا ما يبقاش فيه عدالة حتى اجتماعية. فاللي بيحصل احنا بنخفض الدعم على المحروقات، وهذا الدعم المفروض ان احنا بنوجهه للاكثر احتياجا والاكثر احتياجا لهذا الدعم والاقل دخلا، بحيث ان هم يستفيدوا من الفلوس اللي بتتحط للاكثر دخلا، لانه اللي بيبقى عنده عربية او اثنين او ثلاثة هو اكثر واحد بيستفيد بهذا الدعم. اما بالنسبة ودي اللي بنعمله من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومن برامج التأمينات اللي بنزودها وبرامج التموين وغيره. تمام. إنما يعني قصدي يتم استهداف هذه الشرائح بعينها من خلال البرامج الحماية المختلفة. إنما فيما يتعلق لما بيزيد إنتاجنا، وده ده الأهم بقى في القصة اللي هي تدي أمل، إنه إحنا لما يزيد إنتاجنا من المنتجات، من الزيت الخام أو من الغاز، ده معناه ان احنا تبقى ايرادات الدوله بدل ما تبقى بالعجز يبقى في فائض بعد كده ان شاء الله، وبدل ما يبقى احنا بنقترض يبقى احنا عندنا فوائد. لما تكون في فوائد هتبقى في الموازنه هيبقى فيها فائض تقدر انها تضخ وتعم حاله ال يبقى في فائض يزود من الايرادات ودخل الفرد بصفه عامه، وبالتالي يبقى مستوى دخل الفرد يزيد، وبالتالي نقدر نتكلم على انه هيعود على الوطن والمواطنين أكيد. بالخير. لكن ده لما نبقى نوصل لمرحله مش بس اكتفاء ذاتي ويبقى انت عندك فائض، لان احنا النهارده لسه بنستورد اكثر من 30% من احتياجاتنا البتروليه، وبالتالي لسه عندنا فجوه. لما نغطي الفجوه دي ان شاء الله نبتدي نحس باذن الله بقيمه هذا على مستوى دخل الفرد وعلى مستوى معيشتهم ان شاء الله. أنا طبعا بشكر حضرتك، وطولنا عليك معالي الوزير، بس بشكر حضرتك على كل المعلومات ورد على كل الإشاعات دي. شكرا جزيلا للمهندس طارق الملا وزير البترول على مداخلة حضرتك معانا. خلينا مشاهدينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بكمل مع حضرتك. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا بقى نتابع مع حضراتكم أخبارنا وأهم الأحداث اللي حصلت على مدار الأسبوع. جايز فكرة الخطف اللي احنا بقينا بنلاقي كتير قوي ناس عمالة تعمل شير على الفيسبوك، احنا بدأنا نشوفها كتير الفترة اللي فاتت، أطفال بتتخطف ومن قدام أهاليها ومن جنب أهاليها ومن تحت بيوتها. جايز كان في حادثة شهيرة وما زال الطفل متغيب، طفل الشروق في منطقة الشروق اللي اتخطف من تقريبا كان جنب والده ووالدته، واتخطف ولغايه دلوقتي الشرطه بتبحث عنه وفي جهود كبيره. ده غير طبعا ان الاهالي بيحاولوا على وسائل التواصل الاجتماعي كتير قوي ان هم يعرضوا صوره الطفل المتغيب، ولكن للاسف الى الان مفيش اي جديد. طبعا احنا بنتمنى ان جهود الداخليه تثمر عن ضبط الجناه وان هم يلاقوا الولد في اسرع وقت يا رب. الحقيقة أن في حادثة خطف تانية حصلت، ولكن الحادثة التانية دي كانت في طوخ. اللي حصل أن كان في ولد صغير، الولد نزل من البيت عادي جدا، يعني متعود أن هو بينزل بيجيب من السوبر ماركت اللي تحت بعض الحاجات الحلوة للأطفال، نزل عشان يشتريها. غاب الولد وما رجعش البيت مرة تانية، أهله بدأوا يدوروا عليه واكتشفوا أن هو فعلا مش موجود واتخطف. تعالوا نسمع من والده ايه اللي حصل تحديدا وازاي تم التوصل للجناه. انا معايا على التليفون الاستاذ سيد سند وهو والد الطفل اللي كان مختطف. يا استاذ سيد مساء الخير واهلا بيك. استاذ سيد
استاذ. اهلا بيكي. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ سيد لو ممكن، انا سامع حضرتك يا فندم، معلش في مشكله بس في الاتصالات. لو حضرتك بس تشرح لنا ايه اللي حصل تحديدا من ساعه ما ابن حضرتك نزل لغايه ما وجدته الشرطه، تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. استاذ سيد والله هو يوسف يوم الجمعة مساء الساعة 8:30 نزل يجيب آيس كريم من المحل. احنا في هو عنده كام سنة يا أستاذ سيد؟ نزل يجيب 4 سنوات. 4 سنين. نزل يجيب آيس كريم من السوبر ماركت في قلب في نفس العمارة. تمام. نستنى يوسف يرجع، نستنى يوسف ما رجعش. قلقنا، بندور على يوسف ما لقناش يوسف. قعدنا طول الليل ندور على يوسف ما لقناش يوسف. فما كانش مني غير ان انا بلغت الشرطه بتغيب يوسف. بامانه الشرطه ادت دور فعال جدا، وتعايشت مع الموقف على ارض الواقع، وكان واجهه مشرفه بامانه ان هم يعني قربوا، بداوا الجهاز يقرب من الناس، وكان فيه اهتمام بالغ. هو معلش خلينا نرجع تاني بس يا استاذ سيد للواقع من الاول. دلوقتي حضرتك قلت هو عنده 4 سنين نزل يشتري من السوبر ماركت اللي تحتيكوا حاجات. اولا الساعه كانت كام؟ ثانيا هل هو يوسف متعود ان هو ينزل يشتري حاجات لوحده ولا دي كانت اول مره؟ انا بقول لحضرتك، الساعه كانت 8:30، هو كان متعود بينزل يجيب حاجه من تحت، يعني في امان عادي يعني. ما لا انا بسال، دي اول مره يوسف ينزل يجيب حاجه ولا كان هو متعود ان هو بينزل يشتري؟ متعود عادي جدا. متعود. طيب هو اول ما حصلت الواقعه دي انا اللي اعرفه ان في ناس اتصلوا بحضراتكم وطلبوا فديه، الكلام ده مظبوط؟ تاني يوم السبت، الساعه 11 وشويه صباحا، 11:04 اتصلوا بيا وقالوا لي ابنك عندنا وعايزين 1,000,000 جنيه، وتاني مكالمه الجهاز 1,000,000 جنيه، وهنقول لك تاخد ابنك من تحت انهي كوبري. فانا كان مني اني طب حاولت استدرجه عشان اتكلم معاه، قفل السكه. وانا كل اللي انا عملته ان انا اكدت على بلاغي في الشرطه واديتهم رقم التليفون وقلت لهم انا ما بدفعش ولا بساوم مع مجرمين. انا لو ابني له اراده انه يشرب بقه ميه في بيته تاني هيشرب، ملوش اراده، ولو مات هو مش عازم اللي بيموتوا على الجبهه، ولا مش عازم من ولادكم، ولا ولازم نبقى مؤمنين وجوانا يقين. حضرتك انا قلت يا استاذ سيد حضرتك لما كلموك قلت لهم ايه؟ يعني طبعا حضرتك بلغت الشرطه وكان في تعاون كبير، بس لما الناس دي كلمت حضرتك بتطلب فديه وابنك معاهم، انت كان ردك عليهم؟ لا، كلموا كلام مختصر قوي، بس انا كان مني كلمه واحده. قلت له لو عشان خاطري طبطب على الولد وما تزعلوش. بس لكن هو انا جيت اتكلم معاه هو قفل السكه. ما قلقتش يا استاذ سيد بعد الشر، ان هم يعملوا حاجه في الولد؟ لا طبعا قلقت. قلقت بس ما توصلش لدرجه ان انا اتساوم مع مجرمين. مش هتساوم مع، ما احنا كده بنشجعهم اصلا، على انهم يتمادوا. يبقى اي حاجه بيعملوها ياخدوا فلوس هيتمادوا. هو ابن حضرتك يوسف تغيب يوم الجمعه مظبوط كده الساعه 8:30 بالليل؟ 8:30 مساء. المحضر حضرتك عملته امتى ورحت الداخليه امتى عشان تعمل المحضر او يعني اسم الشرطه؟ عملت المحضر السبت الصبح. ليه ما عملتوش الجمعه وقت تغيب ابنك يعني؟ هو قال لي لما كلمت مع الشرطه قالوا طيب لا يكون هنا ولا هنا، ندور عليه. يدي بنفسنا مساحه قبل المحضر. لكن 9 الصبح رحت عامل المحضر، 11 و4 دقايق المكالمه جت. الشرطه اتحركت، اديتهم التليفون، اتحركوا، وسعت لهم الساحه تماما، اديتهم المعلومات اللي عندي، اتحركوا. 33 ساعه كان يوسف كان في حضني. 33 ساعه عرفت ان يوسف لقوه. لكن رجع ليا بقى او عرفت الوضع كان لما رحت مديريه الامن. يعني الجمعه 8:30 ابن حضرتك تغيب، وفي نفس الاسبوع تقريبا رجع مره ثانيه يعني بعد 33 ساعه. انجاز وجايبينهم للطلبيه من الهرم.
اقل من يومين كمان. وجايبينهم الطلبيه من الهرم. طب انا عايز اسال حضرتك اللي بقصدين فيه طبعا، لان الجهاز كفاءه مع التكنولوجيا خلال الحديثة. يومين يعني مجرمين بالطريقه دي ان هم يجيبوا ابن حضرتك خلال يومين، ده اكيد طبعا جهاز الداخليه وجهاز الشرطه يعني عملوا مجهود كبير، خصوصا حضرتك بتقول جابوه من مكان تاني. وسام شرف على على صدورنا اللي عملته الشرطه، وواجهه مشرفه ولوحه جميله وطابلوه مبدع، تعايشهم معانا وسط الناس وتحركاتهم والتحركات العقليه الواعيه، كان في عقل، كان في عقل، ما كانش فيه هرجله، كان في عقل. استاذ سيد حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ سيد؟ انا صاحب مصنع منتجات البان، انا راجل خريج تجاره 86، انا بكالوريوس تجاره 86. لا انا بسال حضرتك جايز، لان فكره ان حد يخطف طفل من اهله ويطلب فديه كبيره بالحجم ده، هل هم مثلا يعرفوا حضرتك ولا هم بس فخطفوا الطفل؟ يعني اكيد في ده هو كان حداد، كان حداد، ايوه كان حداد، وكان عمل عندي شغل، كان بيعمل لي مخزن، المخزن كنت بعمل هانجر، وهو كان شغال حداد ويعرف يوسف كويس قوي، ويوسف كان بينزل له الاكل بايده، لاني انا راجل بسيط جدا وبتعايش وسط الناس، وبنحط الصينيه وبنقعد ناكل مع بعضنا، مجتمع عريف، مجتمع يعني عريف. هو طب السبب في الخطف ده يعني سبب مادي فقط، ان هو مثلا طمعان، ولا كان في عداء بينه وبين حضرتك يعني؟ لا مفيش اي عداء، اي عداء بتاع ايه، انا مفيش علاقه، هو بيجي اخر الاسبوع، ده راجل حداد. الحداد ده معناه ان هو يوم بيوم، فهو راجل كان بيجي اخر الاسبوع كان بياخد 1000 جنيه. لا يعني انا جايز التساؤل يا استاذ سيد، انا بساله لحضرتك ليه؟ عشان بس يعني ان احنا نطمن الاهالي، لان حوادث الخطف بدات تزيد، يعني واحد بيشتغل عند حضرتك وبتدي له فلوسه بانتظام على الحاجه اللي هو بيعملها لك، ايه اللي يخليه يطمع، ومش بس يطمع، ان هو يخطف ابن حضرتك كمان؟ أقول لك في الموضوع ده مقولة بسيطة جدا. طيب. هو ما بينطبقش عليه غير إذا أكرمت اللئيم تمردها. ما أقدرش أقول لك أكتر من كده. تمام. طيب أستاذ سيد، يعني هو يبدو إن هو طمع زي ما حضرتك قلت، ويبدو إن كان في رصد كمان لابن حضرتك، معنى إن هم يسرقوه في التوقيت ده أو يخطفوه عفوا، يعني هم عارفين هم بيعملوا إيه كويس، ولكن إحنا ما ننساش إن جهاز الشرطة والداخلية عملت مجهود كبير جدا، 48 ساعة، أقل من 48 ساعة قدروا إن هم يجيبوا لحضرتك ابنك ويكون معاك، فأكيد يعني كان في مجهود جبار من الداخلية. طبعا أنا بشكرك يا أستاذ سيد، والحمد لله إن ابن حضرتك رجع لك بالسلامة، ويا رب الكلام ده ما يتكررش تاني، ولا عند حضرتك ولا عند أي حد تاني، لأن ما فيش أصعب في الدنيا من إن الواحد يفقد ضناه، يعني دي بتبقى مأساة. وطبعا الحمد لله ان احنا عندنا ناس بتشتغل، الحمد لله ان جهاز الشرطه عندنا بيشتغل، الحمد لله ان هم مش بس بيشتغلوا، ان في الحالات الانسانيه دي كمان بيكون في شغل اكبر، خلال اقل من 48 ساعه ولد مخطوف يرجع لاهله وبسلامه، فيعني اكيد ده جهد كبير لجهاز الشرطه اللي احنا كلنا بنشكرهم عليه، واحنا كنا متوقعين ومتاكدين ان ده بيحصل في الحالات دي. بس خلي بالكوا ان انا كنت بتكلم دلوقتي في حادثه تانية، اللي هي حادثه طفل الشروق، اللي لسه برضو اهله بيدوروا عليه وفي مشكله وصوره في كل مكان. انا معايا على التليفون الاستاذ فتحي سليمان، والاستاذ فتحي هو في جريده الوطن، وهو اللي متابع الحاله دي، استاذ في المصري اليوم، عفوا في المصري اليوم. استاذ فتحي مساء الخير واهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير عليك يا استاذه دينا، ومساء الخير على جميع الساده المشاهدين. انا بس صغير الاول، انا في موقع مصراوي كمان، ولا المصري اليوم ولا تمام. طيب معلش انا بعتذر. طيب خليني اسال حضرتك جايز، احنا يعني موقع مصراوي احنا كنا ركزنا الضوء على يعني بعض الحالات اللي حضراتكم دايما بتبرزوها يعني، وده طبعا شيء محمود جدا. الطفل ده تحديدا طفل الشروق، صوره انتشرت خلال الفتره اللي فاتت، اهله اكيد يعني قلبهم متقطع عليه، ولسه ده لسه ما رجعش لاهله. حضرتك كنت متابع الواقع، لو تحكي لنا من البدايه ايه اللي حصل والوضع وصل لفين دلوقتي؟ خليني اقول لك يا استاذه دينا، بدايه كده طفل الشروق، القضيه دي لحد الان اسمها القضيه اللغز. القضيه اللغز لان كل قضايا الخطف فيها مساومه وفيها اتصال باهل الخاطفين، باهل الطفل المخطوف عشان دفع فديه. حتى الان لم يرد اي اتصال تليفوني بحسب المصادر الامنيه بفريق البحث الى اهل الطفل عشان يطلبوا فديه ماليه.
الطفل هشام سامي اتخطف صباح الاربع في الدور كده وهو راجع من الحضانه في عربيه. وعنده كام سنه يا استاذ فتحي؟ طفل في الحضانه بتاع 4 5 سنوات كده، راجع من في عربيه واحده صديقه مامته، وهو راجع طلع عربيه الانترا هيونداي قطعت الطريق وخطفت الطفل من جوه العربيه ولزت بالهرب. اللغز في القضيه كذا حاجه، ان قضايا حتى الان علاقات الجد متشعبه جدا جدا، في خلافات ماليه مع ناس كتير، اجهزه الامن بتشتغل عليها، كاميرات المراقبه حتى الان اللي تم تفريغها اوضحت تضارب في اقوال سائقه السياره، لان هي قالت ان هي جريت ورا العربيه ورا الخاطفين وحاولت تلحق بيهم لكنها اصطدمت بعمود اناره، لكن كاميرات المراقبه جايباها وهي بتجري على رجلها بدون العربيه. هي دي اللي هي دي مين اللي هي صاحبه الام ولا دي مين؟ صاحبه الام تقريبا. هي من هول المفاجاه، ممكن يكون هي نسيت هي عملت ايه او جريت ازاي، مش عارف. لا ده الله اعلم، لسه التحقيقات ما طلعتش. اجهزه التحقيق بالظبط، اجهزه التحقيقات بتفحص ده كله. في كمان عندك اكثر من 3 فرق امنيه فيها 36 ضابط شرطه بتكليف عالي المستوى من اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، مكلف اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهره، وجميع اجهزه المباحث الجنائيه والادله الفنيه والفحص الفني بفحص الواقعه، كاميرات المراقبه في جميع منطقه الشروق والطرق المؤدية إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق السويس الصحراوي. لأن هو المنطقة فيها ظهير جبلي ممكن الخاطفين يلوزوا من الهرب من خلال أبواب الشروق إليها. قضية الشروق عايز أقول لحضرتك عليها، المنطقة محكمة الإغلاق وفيها خدمات أمنية كتير جدا، يعني واضح كمان إن الخاطفين ترصدوا للطفل وخط سيره، واضح إن فيها سبق ترصد ودراسة جيدة جدا لمناطق الدخول والخروج في المنطقة. الخطف تم في منطقه اسمها حي المستشارين او الشهير بحي المستشارين، قريب من المستشار شريف اسماعيل رئيس مجلس الدكتور شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق. الحادثه تمت في محيط فيلته. جايز يا استاذ فتحي الناس بس شويه، وده نوع من انواع الاشاعات برضو، ان الناس ربطت ما بين وجود يعني ان الباشمهندس شريف موجود في المنطقه دي وما بين الخطف، هل في اي تحريات قالت ان في صله ولا دي مجرد صدفه؟ لا لا، ما فيش اي صله طبعا بالحادثه اطلاقا، لان الحادثه الناس انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك الصور بتاعت الطفل وصور الخطف، لان المنطقه بتتمتع بحمايه امنيه وتغطيه امنيه عاليه جدا. كمان في كانت ناس بعض اللوم على من رواد السوشيال ميديا على الحراسه بتاعه الناس اللي هم زي المهندس شريف اسماعيل، ازاي ما متحركوش، لكن اجهزه الامن بتفحص وبتفحص الرصد ازاي تم، هل هناك تواطؤ او هل هناك حاجه زي مثلا عدم تفاعل مع الحدث وعدم تحرك ناحيته. اللي هو محمد منصور مدير مباحث القاهره واللي هو نبيل سليم متواجدين على راس فريق بحث عالي المستوى، جميع ضباط القاهره الجديده وضباط قسم شرطه الشروق موجودين لحد الان يوم 36 اكثر من 36 ساعه. كنت بتكلم مع حد من فريق البحث من شويه قال ان احنا ما نمناش ولا ساعه من ساعه الحدث. الحدث عايز اقول لك انه ليه اهتمام كبير جدا، لان بيفكر كل سكان الشروق بقضيه الطفله فريده اللي حصلت من سنتين وفي عمليه سطو مسلح، ان شاء الله يرجع لهم بالسلامه بس عشان بإذن ما نبقاش الله. ومجهودات الاجهزه الامنيه طبعا مجهودات الاجهزه الامنيه في هذا الصدد يعني على اعلى مستوى. وزير الداخليه كان طبعا الامن العام والامن الوطني. عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هل من التحريات الى الان اللي حصلت لغايه دلوقتي، هل في مثلا خصومه ما بين اهل الطفل وما بين اي حد؟ يعني مثلا انا كنت بتكلم لو حضرتك كنت بتتابعني على حاله خطف ثانيه برضو، طلع ان اللي خطف ابن الناس دي كان بيشتغل عندهم، فهل في اي خصومه مثلا ما بين الاسره وما بين حد؟ يعني التحريات لقت ايه الى الان؟ توصلت الى ايه لغايه دلوقتي؟ هقول لحضرتك حاجه، هو كل التحقيقات والتحريات حتى الان وصلت الى خيوط مهمه جدا في القضيه، ولكن كشفها في خطور على حياه الطفل. صحيح، لا مع حضرتك حق. في كمان اجهزه الامن بتحذر الاعلام، يعني الاعلام له دور كبير جدا، احنا في التناول بتاعنا الاعلامي ما يتم نشره هو تكثيف الجهه الامنيه والجهود الامنيه لاعاده الطفل حتى يتم طمانه اهله، ولكن هناك جانب من سير التحقيقات لا يمكن الكشف عنه حتى لا ينتبه المجرمين والخاطفين الى كيفيه تفكير الشرطه. جهاز الشرطه عنده جميع الاجهزه الحديثه، ودلوقتي حاليا عايز اقول لك وانتهز الفرصه دي ان هو بيفكر بفكر عالي جدا وكفء لفك القضايا من النوع ده.
بيستعين بالادله الجديده والفحص الفني الجديد زي الكاميرات وزي مهندسين الاتصالات والفحص الانتنات في المكالمات المحيطه اللي اتعملت في منطقه الحادث كلها. عايز اقول لك ممكن يكون فحص اكثر من 1000 مكالمه تمت في المنطقه ساعه الواقعه. كل ده موضع البحث وكل التحقيق، واكثر من 36 ضابط في فريق البحث، كل ضابط ليه مهمه محدده ومخصصه فيها فحص علاقات تعاملات. يعني وان شاء الله باذن الله تطمئنات الامن العام وضباط الامن العام بيقولوا ان شاء الله خلال اقل من 24 ساعه يكون في كشف حاجات مهمه عن القضيه واعاده الطفل باذن الله الى اهله سالم غانم. اكيد انا بشكرك طبعا زميلنا استاذ فتحي سليمان من موقع مصراوي، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك. طبعا جهود الداخليه الحمد لله موجوده في حالات الخطف كلها، والحمد لله قدرت تتوصل الى الجناه في الحادثه الاولى، الحادثه الثانيه لسه موضوع طفل الشروق ان شاء الله بنتمنى يا رب ان هم يتوصلوا الى الطفل سريعا. هي بس القلق بيكون دايما مع الاسر، ربنا معاهم ويصبرهم، لان طبعا ما فيش اكبر من يعني ان الواحد يفقد ابنه او بنته، دي بتبقى مشكله خصوصا في سن 4 سنين. ربنا يرجعه بالسلامه، وما ننساش ان احنا لازم نشكر جهاز محترم جدا 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 زي جهاز الداخليه. زي لما بيكون في حاله تقصير احنا بنتكلم، وجايز الحلقه اللي فاتت انا كنت بكلم حضراتكم عن بعض الحالات، لازم كمان لما يكون في جهد كبير بيبذل زي الجهد ده لازم ان احنا نتكلم عليه ولازم نشيد بيه، لان الحقيقه حالات الخطف مش سهله، ولان اللي بيقوم بحاله خطف هو مش حد مبتدئ، هو حد دارس وعارف هو بيعمل ايه ودخل يخطف مين ومراقب كويس البيت وعارف كل الحاجات دي. كل الحاجات دي بتدل على ان مش بسهوله ان احنا ممكن كجهاز امني ان احنا نلاقي طفل مختطف خلال فتره قليله. الحمد لله الداخليه قامت بجهد كبير مع الطفل يوسف من طوخ ولقوه خلال اقل من 48 ساعه، يا رب تستكمل المجهودات ونلاقي خلال الفتره الجايه كمان طفل الشروق. وبنحيي مره ثانيه الجهد المبذول في كل حالات الخطف اللي احنا بنتكلم عليها. خليني اخد حضراتكم لخبر ثاني. الحقيقه الاسبوع ده كان في مؤتمر مهم جدا، وجايز ده كان تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحت رعاية سيادة الرئيس، مصر استضافت لمدة يومين فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، والحقيقة بيعد ده الأول من نوعه في مصر عشان تحديث الأداء الحكومي. كمان هو بيعتبر أول ثمرة من ثمار مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي اللي تم توقيعها ما بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، وده كان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 اللي عقد في الإمارات فبراير اللي فات. المؤتمر حضر فيه أكثر من 2000 مسؤول حكومي من الجانب المصري والجانب الإماراتي، وكان بيتناول كيفية نقل التجربة الإماراتية الناجحة لمصر في محاور كتير زي الأداء، زي الكفاءة، زي التميز الحكومي، زي كمان القدرات الحكومية، الخدمات الذكية اللي موجودة في الإمارات. وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ترأسه في مصر محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات. وبالمناسبة وأنا بتكلم عن الإمارات، الوزير محمد القرقاوي كان موجود في مصر، وكان في تكريم الحقيقة من جامعة الدول العربية قدمته يوم الأربع اللي فات للشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي. التكريم ده كان احتفالية كبيرة موجودة في جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وده كان تكريم للشيخ محمد بن راشد تقديرا لدوره الرائد في مجال التنمية الإنسانية سواء في الإمارات أو كمان على المستوى العربي. الجامعة منحت الشيخ محمد بن راشد درع جامعة الدول العربية للريادة في العمل التنموي. أبو الغيط كمان أشاد في كلمته خلال الاحتفالية واللي حضرها مندوبين ودول أعضاء بالجامعة العربية وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين من مصر والدول العربية بالدور الرائد للشيخ محمد بن راشد في مسيرة التنمية في دولة الإمارات والحقيقة اللي أصبحت مثال يحتذى به. أبو الغيط قال إن اسم الشيخ محمد بن راشد بيرتبط دايما بكلمة التنمية، والتنمية مش بس في الإمارات ولا بس في دبي ولكن في العالم العربي. اتكلم كمان عن مبادرات الشيخ محمد بن راشد الرائدة، واتكلم عن أفكاره الإبداعية، المشروعات الكبيرة اللي تخطط حدود دولة الإمارات عشان تملى كل الوطن العربي
إن كان على مستوى التنمية العمرانية أو التطوير الحديث. كمان أبو الغيط قال إن الشيخ محمد بن راشد بيعد من أوائل الناس اللي اتكلموا لي على فكرة الأولوية المطلقة للتنمية في الواقع العربي، وهو واقع كلنا عارفين إنه مازال دون الطموح المطلوب، وبيظل إلى اليوم بعيد عن اللي بيستحقه أبنائنا. أبو الغيط اتكلم كلام كتير قوي عن الشيخ محمد بن راشد، والتكريم كان في يوم مهم جدا وكان في محله الحقيقة، وإحنا الحقيقة كانت كاميراتنا هناك ورصدت وتابعت الحدث اللي حصل وتكريم الشيخ محمد بن راشد. تعالوا نروح نشوف التكريم اللي حصل من جامعة الدول العربية للشيخ محمد بن راشد، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نظمت جامعة الدول العربية احتفالية لتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمناسبة منح سموه درع الريادة في العمل التنموي العربي، وتسلم الدرع نيابة عنه السيد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء لدولة الإمارات. المستقبل لا يبدأ غدا بل اليوم، ولن نستطيع الذهاب إلى المستقبل إلا بالمعرفة، ويحق لحاكم دبي أن يفخر حقا بأن واحدة من مبادراته الرائدة وهي تحدي القراءة اكتسبت نحو 3.5 مليون طالب عبر العالم العربي. قليلة هي الشخصيات التي خاضت معترك التنمية والتحديث وبناء الإنسان مثلما فعل سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، الذي تفخر الجامعة العربية اليوم بأن ابنه درع العمل التنموي هذا العام. أنقل لكم تحية وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء دبي، على هذه اللفتة الكريمة التي إن حملت أي دلالة فهي أننا نسير على الطريق الصحيح. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مكرم من قبل جامعة الدول العربية جامعة العرب، وهو الذي حمل انتمام العربي في قلبه وإلى كل بقاع الأرض. محمد بن راشد الذي تربى على يد المقبولة الشيخ زاهد والمقبولة الشيخ راشد بن سعيد لا يمكن إلا أن يكون عربيا في الفكر والانتماء والعطاء. تكريم أنا بعتبره واجب، يعني إذا نظرنا إلى الإسهامات الكبيرة الشيخ محمد بن راشد قدمها ليس فقط بالنسبة لبلده دولة الإمارات، وإنما الحقيقة بالنسبة للمنطقة العربية وأيضا المبادرات التي قام بها على مستوى الدولة. تكريم تمنحه الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة في مجال التنمية والعمل التطوعي من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والملهمة في العمل التنموي على الصعيد العربي. سارة السعودي، آخر الأسبوع، قناة المحور. يوم الحد اللي فات كان في حادثة انتشرت الفيديو بتاعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلنا شفناها، كل الناس اتكلمت عليها. كانت حادثة أكتر من مأساوية الحقيقة. فوجئنا بأن في فيديو لبنت واقفة قدام محطة المترو، ومرة واحدة البنت دي رمت نفسها قدام شريط المترو. قائد المترو قال أنه هو اتفاجئ وهو داخل محطة المترو في اترياح حلوان بأن في بنت رمت نفسها قدام القطر، وده طبعا أدى لأن هي توفت على الفور. ده الفيديو اللي أنا بكلم حضراتكم عليه. الفتاة الحقيقة ما كانش معاها بطاقة ولا أي مستند يدل على هويتها، ولسه بيحققوا في الواقع. بس اللي أنا عايزة أكلم حضراتكم عليه اللي اتقال واللي من خلال التحريات اتقال من خلال أهلها، إن البنت كان عندها أزمة نفسية وكانت بتتخانق مع البيت عندها أو أخواتها باستمرار،
وده السبب في ان هي قالت لهم اليوم ده انا هنتحر ومحدش همه ونزلت. الناس كلها اتكلمت عن الفيديو والناس كلها شافت الفيديو، بس اللي لفت انتباهنا واحنا بنتفرج على الفيديو حالة الثبات الانفعالي الرهيبة اللي عند أميرة، اسمها أميرة، وهي واقفة على شريط المترو وبترمي نفسها قدام المترو وهو جاي. دي ولا واحدة مترددة ولا واحدة خايفة ولا واحدة قلقانة ان هي ترمي نفسها او ان هي تقع. زي ما شفنا الفيديو مع حضراتكم، زي ما انتوا شفتوه، في حالة من الثبات كده وهي موجودة قدام شريط المترو وبترمي نفسها. حتى لو هي بتمر بأزمة نفسية كبيرة، حتى لو في مشاكل أسرية كتير، حتى لو في ضغوط في الحياة، حتى لو الكلام اللي أبوها قاله في تحقيقات النيابة من فكرة سوء معاملة أشقائها ليها وإن هم بيتعدوا عليها كثيرا بالشكل اللي احنا شفناه، هل ده يبرر إن واحدة توصل بيها وتضيق بيها السبل لدرجة إن هي تقف قدام شريط المترو ومشادة كلامية بينها وبين إخواتها إن هي ترمي نفسها بالطريقة دي؟ هل ممكن يوصل الحال بواحدة أو بني آدم إن هو يضحي بنفسه بالطريقة البشعة دي عشان الضغوط النفسية؟ ده اللي أنا عايزة أقول لحضراتكم عليه، إن آه ده ممكن يحصل، وإن الإنسان مننا عامل زي الكوباية اللي بتتملي مية، كل ما بتتملي أكتر كل ما المية بتبدأ تقع من الجناب، وده اللي حصل مع أميرة. أميرة كانت بتمر بمشاكل نفسية كتير على حسب كلام والدها. أميرة كان عندها مشاكل بعد وفاة والدتها، وكان في تعدي من أشقائها عليها، وده اللي خلاها ترمي نفسها قدام المترو بثبات رهيب وبحالة ثقة شديدة. الفيديو اللي احنا شفناه من شوية اللي عرضناه لحضراتكم ان دل على شيء يدل على ان هي كانت مستبيعة وبايعة كل حاجة ومش فارق معاها، كان كل اللي هي عايزاه ان هي تخلص من حياتها. هل ممكن الحال يوصل بأسرة ان هي تضغط على بنتها للطريقة دي وللدرجة دي؟ هل ممكن واحدة توصل لمرحلة لا مبالاة بالطريقة دي وهي بترمي بنفسها ومش فارق معاها حاجة؟ البنت عندها ثقة وهي بتنتحر. اعتقد ان هي وصلت لمرحلة محدش ممكن يوصل لها، او في ناس كتير بتنتحر وصلت لها. الخلاصة، وجايز النهاردة جايز الموضوع ده اتكلموا فيه ناس كتير قوي، بس الخلاصة اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة ان الضغط النفسي فعلا بيولد الانفجار. وجايز الرسالة اللي احنا بنعرض من خلالها الموضوع ده هو خلي بالكوا على اولادكوا، خلي بالكوا على اسركوا، خلي بالكوا على اللي موجودين معاكوا في البيت، لان كلمة واحدة ممكن تخلي حد نفسيته تكون في أسوأ ما يمكن. والضغوط النفسية وضغوط الحياة اللي ممكن تكون بيتعرض ليها اي حد في الدنيا ممكن توصل واحدة للدرجة دي. هي قالت ان هي نازلة تنتحر ومحدش على فكرة يعني همه من اخواتها، ولكن هي نزلت وانتحرت. هل هم دلوقتي حاسين بالذنب ولا لا؟ هو ده السؤال. هل ضربهم ليها طول الفترة اللي فاتت وتعذيبهم ليها وتوبيخهم ليها والمعاملة السيئة اللي تعرضت ليها، هل هم حاسين دلوقتي بالذنب ولا لا؟ معرفش، بس هو ده السؤال المهم. الأهم ان احنا ما نوصلش للدرجة دي في البيت الواحد، ما نوصلش لدرجة الشد، يعني ان احنا نوصل اللي عندنا للحالة النفسية السيئة دي. فيديو احنا مش قادرين نكمله، فيديو احنا بنتفرج عليه بس مش قادرين نكمله للآخر من الصدمة، مش قادرين نتخيل ان في حد وصلت بيه الحالة ان هو مش فارق معاه الدنيا وبيرمي بنفسه وبيموت نفسه بموتة بالطريقة البشعة دي. دي كانت أميرة، واللي حبينا بس ان احنا يعني نقول خبر اتقال خلال الاسبوع اللي فات او حصل خلال الاسبوع اللي فات بوفاة أميرة، اللي بتمنى ان هي يكون اهلها اتعظوا من اللي حصل فيها. اخر خبر معانا النهاردة هو خبر عن الحكومة الجديدة والقائها للبيان قدام البرلمان. بعد طبعا البيان اللي ألقته الحكومة الثلاث اللي فات كان في محاور كتير قوي اتكلمت فيه، وجايز الدكتور مصطفى مدبولي كان بيتكلم على نقاط مهمة جدا من خلال بيان الحكومة اللي احنا كلنا الحقيقة كنا مستنينه. كنا عايزين نعرف الحكومة الجديدة خلال الفترة الجاية هتعمل ايه.
المحور الأول اللي اتكلم فيه دكتور مصطفى مدبولي كان تحت عنوان حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية، اللي بتتلخص في تحقيق الاستقرار الأمني، واللي كان بيتكلم عن فكرة الدكتور مصطفى اتكلم عن تأمين القوات المسلحة اللي موجود في البلد، وده كان محور مهم جدا كانت لازم الحكومة تتناوله. الجزء الثاني من بيان الحكومة اللي تناوله الدكتور مصطفى كان تحت عنوان بناء الإنسان المصري، واللي ركز على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وكان في نقط كتير قوي الحقيقة. كان بيتكلم على تفعيل دور المؤسسات الثقافية والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة الإعلام العلوم والابتكار، مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كمان. المحور الثاني اللي كلم فيه دكتور مصطفى كان تأكيد الهوية العلمية، وكان بيتكلم فيها عن تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتنافسية مخرجات التعليم وتطوير التعليم الفني. المحور الثاني برضو اللي أكد على تدعيم الرياضة البدنية للشباب، واتكلم كمان على توفير الرعاية الصحية الشاملة. المحور الثالث اللي جه من بيان الحكومة كان بيتكلم على التنمية الاقتصادية، وازاي ممكن يتم رفع كفاءة الأداء الحكومي، وازاي ان احنا نهدف للوصول لمعدل النمو الاقتصادي ل 8% من خلال مجموعة من البرامج اللي بتتضمن توفير موارد تمويلية لازمة لتنفيذ البرامج. وتناول المحور الثالث من بيان الحكومة التنمية السياحية، وبتكلم كمان عن المواني الجوية، وتناول المحور ده من بيان الحكومة فكرة النهوض بمستويات التشغيل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. اتكلم كمان عن الإصلاح التشريعي، اتكلم عن الإصلاح المؤسسي، اتكلم عن تشجيع ثقافة العمل الحر. المحور الخامس اللي اتكلم فيه هو فكرة تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وجايز ده كان محور مهم قوي لناس كتير. اتكلم عن فكرة ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها وتطوير المدن الجديدة وإنشاء 14 مدينة جديدة متكاملة على محاور الطرق التنموية بإجمالي 100,000 فدان. بيان الحكومة كان من أهم الأحداث تقريبا اللي حصلت على مدار الأسبوع، وكان بيان في محاور كتير وكان شامل لنقط كتير جدا كان كلنا حابين ان احنا نعرفها ونعرف الحكومة الجديدة هتعمل ايه خلال الفترة الجاية. وده كان بيان الحكومة اللي ألقته قدام البرلمان خلال الفترة اللي فاتت. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية مع حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبتبدأ بقى فقرتنا الحوارية. وجايز احنا كنا اتكلمنا قبل كده، بس عايزين نتكلم اكتر وبتوسع بقى عن قانون المرور الجديد وعن المخالفات اللي موجودة. طبعا السوشيال ميديا مليانة كلام كتير عن مخالفات، الله اعلم هي صح ولا غلط. خلينا نعرف ايه هو قانون المرور الجديد، ونعرف ايه هي المخالفات، الشرائح ونقط، كل اللي بيهم حضراتكم هنتكلم فيه. انا بيشرفني النهارده في الاستوديو سيادة اللواء مدحت قريطة، مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك فندم، اهلا بك. سيادة اللواء رياز، احنا يعني اتكلمنا قبل كده في فكرة قانون المرور الجديد، وفي لغط كتير على السوشيال ميديا وعلى الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي على العقوبات وعلى الشرائح. خلينا كده علشان الوقت ما ياخدناش زي المره اللي فاتت. أيوة نبدا بالمخالفات والشرائح بالظبط، ونبدا بالعقوبات اللي عليها. وجايز عايز ابدا بالجديد، وعايز ابدا كمان مع حضرتك باللي موجود على الانترنت ومش صحيح. يعني في ناس بدات تجيب مخالفات موجوده وهي اصلا مش موجوده في قانون المرور الجديد. بالظبط. فابدا مع حضرتك بالشرائح والنقط، وابدا يعني شرح اكتر لهذا القانون. اتفضل. هو زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت كده واستعجلنا برضه بناء على كلام سيادتك حاجات السوشيال ميديا، ارجو من الناس كلها موضوع السوشيال ميديا والفيسبوك، والناس عماله تنزل حاجات غريبه، يقول لك اللي مش رابط حزام الامان 3000 جنيه وهتحجز العربيه مش عارف كام شهر. اولا قانون المرور الجديد ما فيش حجز على المركبات خالص، يعني بالعكس ده قانون المرور الجديد عامل تسهيلات. كان زمان اي مخالفه بعض النقطه دي مهمه، قانون المرور ما فيهوش حجز للمركبات خالص الا لما يكون غير صالحه فنيه فقط. لكن انت ارتكبت مخالفه في نقاط هتنقسم مع حضرتك الكترونيا،
وحتى المبالغ الماليه اللي بتحصل ما عادش في حاجه اسمها سيد الضابط يقول لك اديني بقى فلوس دلوقتي. الوصل وهات الفلوس دلوقتي دي مش موجوده. لا مفيش كلام ده يا فندم. حضرتك سبعة ايام حضرتك مهله علشان تستفيد انت بنصف الحد الادنى. يعني دلوقتي هنتكلم على الشرائح، كل شريحه قد ايه وعقوباتها قد ايه. طب معلش يعني طيب. خلينا نتكلم يعني دلوقتي واحد عمل مخالفه، احنا هنتكلم عن المخالفات دي. أيوه. مفيش حد بقى اللي هو الضابط اللي بوصل واقف يديله سواء كان بمكنه او بايده، مفيش الكلام دلوقتي. كل الضباط حاليا معاها جهاز اسمه البي دي اي بيحرر المخالفه الكترونيا، والسيد وزير الداخليه الاسبق السيد وزير مجدي عبد الغفار. المخالفه الالكترونيه دي هيديله بيها وصل ولا هيديها؟ اي فندم معاه. ما هو الضابط معاه برينتر بلوتوث صغير قد كده مرتبط بجهاز البي دي اي ده. مجرد الضابط ما بيكتب المخالفه اللي قدام حضرته بتطلع له اوتوماتيك قدامه، يعني هي مسجله بارقام واحد مثلا بدون قياده، اثنين كذا، مجرد ما يكتب بس الرقم خلاص تروح طالع المخالفه بتاعته سيادته. مش بس كده كمان، لو مجرد ما يكتب رقم العربيه بتطلع العربيه دي باسم مين وساريه ولا مش ساريه، وكان له رخصه قياده باسمه نفسه هتلاقيها طالعه له رخصه قياده موجوده باسمه ولا لا. لان حصل تطور كبير بس ده مش دلوقتي، ده لسه شغال حاليا يا فندم. يعني شغال. دلوقتي في اي كمين الضابط يقدر يعرف العربيه دي مسروقه ولا مش مسروقه، مش مسروقه وساريه ولا مش ساريه، وبيانات وبيانات كامله او صاحب العربيه بالظبط. يعني لو رخصه القياده تطلع، ان انت عارف عليك برضه من ضمن التطوير، اصل في كلام كتير جدا عايز الناس تعرفه. حصل طفره غير طبيعيه في اداره نظم معلومات المرور. صحيح. طيب معلش ارجع للنقطه دي تاني سياده اللواء. دلوقتي خلاص لو حد وقف في كمين عمل مخالفه معينه هتسجل الكترونيا حاليا، بس مش بتتسحب منه رخص، مش لن يسحب رخص مطلقا، ولا بياخد منه فلوس في نفس الوقت، ولا بياخد منه فلوس في نفس الوقت نهائي، مفيش الكلام ده. بيديله وصل، بيديله حاجه، بيديله ولا هو ايصال الكتروني مع حضرته عشان لسيادته له سبعة ايام لكي يستفيد هو من العقوبات التي يجوز التصالح فيها، اللي هي في الشريحه الاولى والثانيه والثالثه تقبل حضرتك يجوز التصالح فيهم اللي هنقولهم حالا بسرعه دلوقتي. تمام. ياخد نصف حد الادنى، يعني الشريحه الاولى بتتكلم ايه؟ بتتكلم من 100 جنيه ل 200 جنيه دي الغرامه بتاعتها. حضرتك من حقك تاخد نصف الحد الادنى، يعني تدفع 50 جنيه بس. اذا دفعت الفلوس دي خلال سبعة ايام يا اما في احد مكاتب البريد او احد الجهات هتتعاقد مع وزاره الداخليه او في مكتب المرور نفسه، لكن في الشارع لا مفيش الكلام ده خالص، مش هيحصل. مفيش في الشارع ان هو مخالفه يدفع فلوس ولا ياخد رخصه. بياخد وصل وخلال سبعة ايام لو هو اتصالح بيستفيد يدفع نصف الحد الادنى. طيب انا ما والله اسبوع ما دفعتش، تستطيع ان تتصالح في النيابه خلال 30 يوم بس بالحد الادنى اللي هو مثلا الاول شريحه اللي اول 100 جنيه. طب اللي ما عملش ده وما عملش ده يحصل؟ هيخش بقى المحكمه. استاذ القاضي بقى كما ترى. كانت الاول ان هو بيبقى متراكم على رخصه، هو بيجدد الرخصه بتطلع له مخالفات. ما احنا يا فندم ما احنا بنقول عايزين نطور القانون ونطور الدنيا زي الناس، ما احنا وصلنا للمحاكم كده. لا اذا كان هو مش عايز يدفع، ما هو برضه عايزين نقول ايه؟ انا من حقي قانونا طبقا للدستور ان اتظلم من حضرتك. حضرتك مش انت يعني، حضرتك محرر المخالفه. لا انا متظلم. فضل ليك عند السيد القاضي الجزئي الخاص بقضايا المرور انت تتظلم منه، وللسيد القاضي ان يحكم البراءه او يحكم الحق الحد الادنى او يحكم الحد الاقصى كما ترى له. بس معلش يعني سياده اللواء، هو ده فيه شقين. اولا هو ده مش نوع من انواع الضغط على القضاء ان في، معلش انا اسفه، يعني في قضايا خاصه بالمرور يا فندم، في محاكم خاصه بالمرور موجوده حاليا. بس احنا بنقول ايه؟ انت بتدي للمواطن تسهيلات بقى اكتر. بس هي معلش سياده اللواء برضو ارجع للنقطه دي، يعني هو مش اسهل ان لو المخالفه 50 100 200 ايا كانت ان انا ادفعها وانا واقفه وخلاص، ولا ان انا اخد وصل واروح اتصالح واروح ادفع، او ان انا عدى عليا الاسبوعين اللي شغالي؟ كان مظهر غير حضاري ان انا اوقف ظابط ياخد فلوس من حد، ياخد لم فلوس في الشارع وبقى يشيل شنط بقى في ايده دلوقتي عشان يشوف معاه فلوس قد ايه، ويا ترى معاه يا ترى 50 جنيه ولا 100 جنيه طلعوا مضروبين. حصل قبل كده الكلام ده؟ طب هل معقول؟ هل في العالم كله بنشوف ظابط شرطه او اي نوع من 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 رجل امن يعني رجل امن بيحصل في الناس في الشارع؟ لا طبعا. حضرتك اتفضل، بس انا سهلت لك كمان، بلا ما اسحب منك الرخصه وتدخ عليها، لا مش هسحب منك رخصه، احنا دخلنا بقى في نظام النقاط. خلاص، فاحنا هندخل بقى بسرعه كده عشان قبل الوقت ما يداهمنا برضه. طب ومش هيكلبشوا العربيات برضه؟ والله يا فندم اتشالت في القانون الجديد، وانا كنت في الخدمه كمان كنت ضد هذه الكلبشه، لان كلبشه المركبه يا فندم هي تعطيل لحركه المرور اكتر. يعني بنقول ايه؟ بس احنا ما ننكرش ان اللي بيتكلبش عربيته ده بغض النظر ان هو ركن غلط، بس في ناس بتركن صف تاني وتالت بتقفل على عربيات كتير. ما عشان كده انا بقول ايه بقى؟ انا كلبشه ليه؟ انا لازم ارفع العربيه. ايوه بالظبط، لازم العربيه تترفع. لان كلبشه انا عملت، طب انا العربيه يعني بوظنا العربيه مبدئيا. لا عشان كده طبعا يعني في حاجات تانية المفروض موجوده في القانون تنقال يعني. يعني هو القانون بتقول ايه؟ بيقول ان اداره المرور ان ترفع المركبات المخالفه او المحافظه
انا في تقديري الشخصي لما كنت انا عامل القانون مع زملائي، حضرتك عارف هم عشان يرفعوا العربياتهم عايزين كام وينش؟ لا يا فندم، كام واحد؟ لا هو كام واحد؟ احنا عندنا وناش هنا ضخمه جدا كتيره جدا. لا انا بسال، مش عايزين كام ونش، انا بتكلم على ان الناس كتير قوي بتخالف القانون وبتركن تاني وتالت ورابع، فاحنا محتاجين كام ونش عشان نشيل دول؟ عشان ما فيش ردع. هو حضرتك انا هديك مثال بسيط بس انا عشان نلحق. طيب اتفضل بدل ما هديني وقت. انا هقول لسيادتك، من حوالي 3 سنين كده جيت محافظه الغربيه واتفقنا معاها وانا كنت ماسك القطاع ان احنا ليه ما نشغلش القطاع الخاص انه يرفع الاوناش بالاوناش بتاعته، وتعاقدت مع احد الشركات مفيش داعي لذكر اسماء. وفي طنطا ابتدت ترفع العربيات. الشركه دي بعد 3 شهور جيت مقدمه تظلم خير، قال والله دون نكلبش، لا احنا اتفقنا احنا بنجرب ان احنا نبطل موضوع الكلبشه وحضرتك ترفع. قال الناس بطلت تقف الممنوع. ليه بقى؟ لان دي حقيقه يا فندم، لان طالما انا جيت الصبح لقيت العربيه مرفوعه ومشيت من هنا خلاص انا هروح مشوار لغايه المكان حدوده المحافظه عشان ادفع الغرامه والكلام ده مش هعملها تاني. لكن برضه في المقابل عشان الناس بس ما تهاجمناش، لابد ان احنا برضه كمحافظه بالتنسيق مع المرور ان نوفر الاماكن للناس تعمل المخصف فيها جرشات. لا بس هو في ناس غيتها المخالفه يستحمل بقى فندم القانون. خلينا نيجي للقانون بقى سياده اللواء. طيب وعايزين شرح من حضرتك بقى على فكره. طيب المخالفات والنقاط. طيب احنا بنقول ان ان ان, إن يعني عشان نبسط القانون قلنا طيب نخليهم 5 شرايح، يعني ما تبقاش الدنيا سايحه على بعضها، وكل شريحه تتدرج بعد كده في العقوبه الجنائيه بتاعتها، اسف العقوبه المرورية بتاعتها وشده المخالفه. يعني الشريحه الاولى مخالفات الاشد جزامه يعني، ثم الشريحه الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه الخامسه اللي هم بقى اللي هي سلع عكس الاتجاه والحاجات اللي هنقولها بسرعه دلوقتي يعني. اتفضل. طيب في الوقت نفسه قلنا طيب الشريحه الاولى من 100 ل 200 جنيه، الشريحه الثانيه من 200 ل 400، الشريحه الثالثه من 1000 ل 200 ل 2000 اسف، الشريحه الثالثه الرابعه من 2000 ل 4، الشريحه الخامسه من 4 ل 8. طبعا في ناس معترضه على شده هذه العقوبات خصوصا في الرابعه في الثالثه والرابعه. بقول لحضراتكم انه بيعرض حاليا على لجنه الامن والنقل في مجلس النواب، ومجلس النواب كما ترى له ان يخفض قيمه هذه الغرامه او لا يخفضها. بس حضرتك بتتكلم على الشريحه الثالثه والرابعه للناس معترضين عليها، يعني انا شايفه قدامي المخالفات كبيره مش صغيره يعني. قيمة المخالفة؟ تتكلم عن الخمسة؟ حضرتك تتكلم على انهي خمسة؟ لا هم يعني الناس دول لك ازاي؟ ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها العود، لو سيادتك يعني برضه من ضمن الحاجات القانون موجود بيها بيقول إيه؟ بيقول لحضرتك إن أنت وحاليا حتى سيادة اللواء اسمه 12 مدير المرور المركزي ممكن بقى له 6 شهور مدي تعليمات لإدارات المرور كلها إن المواطن لما يجي يجدد عربية سيادته لازم يسيب رقم معين بإقرار منه إن احنا هنبعت له بيه الرسالة لما تحصل لك المخالفة، لأن حتى في مخالفات غيابية كمان هتبعته طبعا رسائل. ده لا ده يعني أساس كل واحد القانون عمل مخالفة تيجي له بعد 60 ثانية حضرتك ارتكبت مخالفة في المكان الفلاني وعقوبتها كذا، اتفضل. دي هايلة، دي هتحصل هتتفعل فعلا. أيوة فندم، بقول لسيادتك حصل طفرة حتى لسه سيد وزير الداخلية. بس ده لسه طبعا، بس كل الناس خايفة محدش يديها رسائل. هو حاليا بيعملوا البنية الأساسية اللي هي إيه؟ ان كل مواطن عنده عربيه ميجي يجدد بيسيب رقم التليفون اللي هو مسؤول عنه، هبعت لك عليه واتس او رساله زي ما حضرتك عايز. السيد وزير الداخليه مشكورا لسه مطلع قرار بان اداره نظم معلومات المرور بقت اداره عامه. اداره عامه معناها هيبقى فيها يعني اختصاصات اكتر، معناها هيكلها كبر، معناها ان هيقدر يعمل امكانيات كبيره جدا. اداره نظم معلومات المرور لما انفصلت عن الاداره العامه للمرور واصبحت تابعه لقطاع شركه متخصصه هتحط فيها اكبر مين فريم، مين فريم اللي هو بيخزن معلومات، وقدرنا نعمل كوميونيكيشن بجميع ادارات المرور حاليا موجوده تم بالفعل بتوحيد قواعد البيانات، مش بس كده بكل المرور كل مصر كلها مربوطه بقواعد نظم معلومات المرور حاليا، في اي لحظه عشان كده بتظبط معاه جهاز البي دي اف في اي لحظه طلع المعلومه اللي عايزها ودي شغاله حاليا يعني. نرجع بقى للمخالفات وللشرايح. وقلنا طيب الناس كلها ماشيه بنظام النقاط، صحيح بعض دول العالم زي سويسرا وبعض الدول مش ماشيه بنظام النقاط، احنا قلنا نمشي زي العالم كله ماشي بنظام النقاط. حضرتك ترتكب مخالفه برضه نستنزل منك نقاط مروريه علشان سيادتك تبقى عارف ان هناك جزاء اداري هتاخده بعد كده. طيب احنا بس نشرح واحده واحده كده عشان الوقت بياخدنا. بالظبط. نبدا بالشريحه الاولى. الشريحه الاولى ايه الشريحه الاولى اللي بتدافع عليها؟ الشريحه الاولى قلنا بنخصم من كعقوبه جنائيه من 100 ل 200 جنيه. وبنتكلم في نقطة واحدة بتنحط في الأرشيف الإلكتروني بتاع سيادته، وهي عبارة عن حاجة بسيطة جدا، عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس، القيادة بدون استخدام النظارة الطبية، عدم حمل رخصة القيادة كان نسيها يعني أو التسيير، عدم الإعلان عن تعريفة الركاب بصورة واضحة، عدم كتابة البيانات على مركبات النقل، فتح الباب لمركبات نقل الركاب،
يعني المشي بقى الميكروباص فتح الباب بتاعه ده على الشمال عشان يوقف على الباب ينادي واحد برضه طبعا بعت في العقوبات. ترك المركبه في الطريق ومحركها يعمل بدون داعي. التوقف في الممنوع اللي هو الوقوف الممنوع يعني. تعطل المركبه في الطريق بسبب عدم توفر الوقوف الممنوع ده اللي هو صف ثاني ولا الوقوف الممنوع ده اللي هو يعني الممنوع ما صف اول او ثاني واسمه وقوف لا الممنوع. يعني سايب العربيه ومشي ولا سايب العربيه قاعد فيها ولا ايه؟ ولا هو قاعد برضه حكايات برضه عندنا يقول لك انا قاعد جوه العربيه ما هو ده اللي بقول لك ما انا بسال حاجه عشان كده لما حد بيروح ضابط بيروح لحد مخالف بيقول له انا قاعد في العربيه حتى لو قاعد صف ثاني بتفتحي كلام عشان برضه الناس بتقول لك تفهم حضرتك واقف الممنوع يعني ما حدش قال ان سيادتك موجود فيها او غير موجود فيها سيادتك واقف الممنوع حضرتك هتحررتك مخالفه سيادتك مش عايز توقف روح في اماكن خاصه توقف فيها اطلع قدام يا فندم بيبقى في اماكن مسموح لك صف واحد وتلاقي حضرتك واقف لا استنى نازل في المكان ده طب لو انت طلعت 100 متر قدام هتلاقي مكان تركن فيه احنا عايزين نغير بقى لا وبرده خلينا نتفق ان هو اماكن ركنه مش موجوده ومش متوفره بس يعني ده انا عشان كده قلت لحضرتك ان لابد ان هيبقى في لذلك طيب ما هو الماده 3 من القانون بتقول ايه برضه احنا خلينا بقى نرجع تاني لان بيقول ان القانون ده مش هيطبق الا بعد 3 سنوات من تاريخ النشر يعني بعد ما توفى عليه يقعد 3 سنين او حين انتهاء البنيه الاساسيه التكنولوجيا يعني بتاعته يعني القانون ده لسه قدامه 3 سنين مبدئيا الا اذا قال السيد وزير الداخليه ان البنيه الاساسيه التكنولوجيه كاملة متواجدة واحنا مستعدين طب واحنا البنية الأساسية التكنولوجية بتاعتنا كاملة؟ احنا حاليا نعتبر 90% كاملة لأن لو حضرتك إدارة نظم معلومات هو من ضمنها الأماكن اللي احنا بنتكلم عليها؟ لا بقى دي كانت في لجنة معمولة أو ما زالت معمولة حتى الآن برئاسة السيد المساعد علاء الدجوي مساعد وزير القطاع الشرطة المتخصصة ومع المحافظات والمحليات عشان يبتدي يحطوا أماكن المواقف ما هو موضوع بص يا فندم ادي اول مره لا ما بص حضرتك خلينا نتكلم على حاجه ست لو الموضوع ده ملوش حل عشان نكون لا لا يا فندم بص يا فندم لو ملوش حل احنا 100 مليون دلوقتي طب يعني من هنا لغايه ما القانون ده يتطبق هنبقى كام ما هو ملوش دعوه بالعدد يا فندم لا ليه لا يا سلام كل واحد فندم. في العيله بيجيب عربيه طيب. دلوقتي قول لي سيادتك حاجه اذا القانون يعني اذا القانون صدر وطبق على الجميع ودون استثناء الدنيا هتمشي صح اللي حضرتك بتقوله بقى مظبوط اذا أي. طبق على الجميع ودون استثناء فين خلاص. بقى كلمة انت مش عارف انا مين او انت مش عارف انا مين والله يا فندم المعلومات المؤكدة عندي ان القيادة السياسية مدية توجيه بسرعة الانتهاء من هذا القانون وسرعة تدبير المبالغ اللازمة والبنية التكنولوجية بتاعته ويمكن شايفة حتى الهيئة الهندسية وقوات المسلحة النهاردة بالنسبة للطرق كلها برضه موجودة يعني بينطرح مشروع الاي تي اس عليها الانترجي ترافيك سيستم في شغل عالي جدا بتعمل في البلد بس يعني الاعلام مش حضرتك طبعا يعني مش واخد يعني ايه الاعلام الكافي له يعني احنا بندور على السلبيات وده من حق الاعلام ان يدور على السلبيات عشان احنا الدوله ايضا تشوف وتشارك فيها صحيح. نرجع للشريحه بقى الثانيه اللي بتتكلم من 200 ل 400 جنيه احنا قلنا الشريحه الاولى دي اللي هي من 100 ل 200 جنيه وهي مخالفات بسيطه حضرتك قلت يعني المثلث العاكس ده حاجات بسيطه اللي فاتح التوقف الممنوع التدخين داخل فيها التدخين داخل المركبه طبعا بتاعت النقل الجماعي بس طبعا. مش المركبات الخاصه لا مش المركبات الخاصه بتكلم عن النقل الجماعي واجهزه اطفاء الحريق برضو من الحاجات اللي داخله فيها والحاجات دي كلها حاجات بسيطه كلها بس الوقوف الممنوع ده مش يعني ازاي يدخل في الشريحه الاولى ما هو حاليا موجود نفس العقوبه بتاعته كده ما احنا بنقول يا فندم هو الوقوف الممنوع دلوقتي 20 جنيه لا لا مش عايز اسمها 20 جنيه زمايلنا في الاعداد بتوع 20 جنيه في الوقفه الممنوع هم بيقولوا لي والله ده غرامه ونش حاجه وغرامه جنيه حاجه ثانيه يعني الونش انتقال ووضع الكلام ما اعرفش 20 جنيه ما سمعتش عنها لا ما فيش لا ما فيش لا يبقى انتوا يا جماعه بتدفعوا بقى موضوع فين لا يعني هم بيقولوا لي بيدفعوا 20 جنيه في وسط البلد ده لما بيقف في الممنوع فمش عارفه موضوع 20 جنيه لا ما فيش حاجه اسمها 20 جنيه طيب هو زودت لسيادتك برضو ان مجلس ان هو بيناقش الكلام ده ممكن يشيل ويحط زي ما هو عايز من الشرح لكن ده بنقول الكونسيبت العام المفهوم العام له يعني طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الشريحه الاولى هي نقطه واحده وهي من 100 ل 200 جنيه انا بتكلم عن عدم اتباع تعليمات اوليه يعني عدم بالزبط. حمل رخصه القياده حد نسيها المثلث العاكس التدخين داخل مركبات النقل الجماعي عدم الاعلان عن الباب الشمال للعربيات الاجره مش للعربيه وللعربيه الملاكي برضو هو مش مالح يمشي بالعربيه الملاكي فاتح الباب الشمال يعني لكن هو مقصود بيها مش يمشي بيها اللي مكتوب بيها المركبات نقل الركاب بالاجر واضحه جدا تقصد الميكروباص يعني بالظبط لتحميل او انزال الركاب بالطريق يعني طيب. زي ما قلت لسيادتك شرحتها دي الشريحه الاولى اللي هي نقطه واحده والمخالفات من 100 ل 200 جنيه الشريحه الثانيه يا فندم الشريحه الثانيه حضرتك بقى دي بقى دي من الحاجات المهمه جدا الناس كانت بتزعل الاول تقول لك السرعه مثلا على طريق الصحراوي 120 طب معلش ناخد الاول مخالفتها قد ايه من كام لكام ما اتقسمت بقى السرعات دي اتقسمت لا مش السرعات هو الشريحه الثانيه من 200 ل 400 من 200 جنيه ل 400 جنيه كويس تمام ونقطتين
وقلنا بقى فيها انه تجاوز السرعه المقرره بما لا يتعدى 10 كيلو، يعني سيادتك ماشي على طريق الصحراء المقرر له 120 كيلو، سيادتك ما زودتش على 130 لكن زودت 10 كيلو، فمش معقول احسب سيادتك اللي ماشي 130 ده زي اللي ماشي 180. السرعات برضو بقى لها جدول لوحدها، لان اللي كان بيزود السرعه بيزود يقول لك ما انا مخالف مخالف. بالظبط يا فندم. فلا لازم كده. الحاجه الثانيه اللي هي عدم استخدام حزام الامان. ولعلم سيادتك في ناس زعلانه جدا تقول لك يعني انتوا حاطين شريحه ثانيه، المفروض تحط شريحه ثالثه ورابعه، ده مهم جدا. ده حزام الامان الناس مش قادره تدرك ازاي بينجي من مهالك مش من حوادث يعني. مش بس كده، على مناسبه سيادتك اعتقد معظم الناس فهمت الموضوع دلوقتي. الناس اللي راكبه عربيات حديثه كل العربيات بقى فيها ايرباج النهارده. الايرباج مش هيفتح طول ما سيادتك مش رابط حزام امان. يعني ايرباج السياده اللي انت شاري عربيه غاليه عشان يبقى فيها ايرباج تحمي حضرتك لا قدر الله في حادثه، الايرباج مش هيفتح طالما الحزام الامان مش مشدود. يعني حزام الامان حتى منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او اخر تقرير لها قالت ان استخدام حزام الامان يقلل من عدد المصابين والوفيات ل 70%. الحقيقه بس هي الناس مش قادره تدرك ده، فاكرانه هو رفاهيه. ما هو يعني فندم اللي اخترع العربيه لو شاف دي كانت زياده وكانش عملها كان جاب الحزام يعني. حضرتك حق. طيب يبقى احنا الشريحه الثانيه حضرتك قلت ان حزام الامان فيها. بالظبط يا فندم. وخوذه الراس عدم استخدام خوذه الراس ده بالنسبه لل الشريحه الثانيه. لا اللي هي مش العربيات يعني، الموتوسيكلات. او الدراجه الناريه. استخدام التليفون المحمول اثناء القياده، ومناسبه استخدام التليفون المحمول اثناء القياده يعني حضرتك طبعا الناس كلها بتشوف الناس بقى كنا زمان بنزعل ان الواحد ماسك التليفون كده، لا يا ريت هو ماسك دلوقتي هو شغال كده وسايق. يعني قمه الاستهتار يعني، انت مش خايف على نفسك خايف على اللي حواليك يعني. يعني انا اتمنى، هو انا عايز اسال حضرتك سؤال، احنا في النقطه دي مخالفه استخدام التليفون المحمول اثناء القياده انا بتكلم في اللي بيتكلم مكالمه ولا اللي بيستخدمه خلاص؟ ما هو اللي بيستخدمه اول ما يلاقي لجنه هيرميه عادي يعني. ما هو الناس النهارده بتشوف اللجنه عادي شغاله بيه عادي يعني، لكن هو لما يحس انه انا نفسي يعني، وانا بناشد حتى الزملاء اللي بيناقشوا دلوقتي في مجلس النواب، يا ريت النواب مش راح الثانيه مش راح الثالثه. نعم الموضوع خطير جدا. تمام طيب جدا. يبقى احنا معانا كمان مخالفه استخدام التليفون محمول حزام الامان، خوذه الراس، تجاوز السرعه. ايه كمان؟ السماح بركوب الاطفال دون السابعه في المقاعد الاماميه، او الاطفال دون الثانيه بدون كرسي تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفي. طب شو حضرتك بتقول ايه؟ ودي كانت توصيه من توصيات الدبليو اتش او على فكره. شو حضرتك بتقول ايه؟ انا بشوف ابهات وامهات حاطين اطفال اربع خمس سنين على رجليهم وهم بيسوقوا. طبعا ما ده يعني قمه الاستهتار. بالظبط يا فندم بالظبط. يعني ما عشان كده جرمت، وكمان دي توصيه من توصيات الدبليو اتش او ان 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 مصر لازم يعني اللي عنده سبع سنين اقل من سبع قدام. سنين ما يركبش قدام. ما يركبش قدام خالص عشان الحزام بيبقى خطر عليه. تمام. والطفل الصغير لازم ورا يبقى قاعد باللي هو المقعد خاص بيه اللي هو البوسيت اللي بنحط ورا خاص بالاطفال، هو اقل طبعا اظن بالرضيع بيبقى باك تو باك للسايق، والتاني بيبقى على العربيه مسبب فرق معينه. ايه تاني فرق؟ تركيب اجهزه تنبيه او مصابيح مخالفه او يماثلها بخلاف تصميم اصل المركبه. تمام. تلاقي في ناس حاطه حاجات كده غريبه يعني. تمام. استخدام اجهزه التنبيه بدون داعي، كتابه او رسمه او اضافه ملصقات او معلقات على المركبه. الناس بقى بتكتب اي بقى معبرات دينيه غير دينيه. طب والعبارات دي بقت مخالفه عليها مخالفات؟ كان عليها مخالفات مره فاتت فاكره زمان وعزلناها سيادتك، اللي هي كانت الناس بتكتب هل قلت صلى على النبي اليوم. انت بتتكلم على الحاجات الدينيه فقط ولا لا كله يا فندم؟ ما هو ساعتها حد عايز يكتب اسمه على العربيه يكتب اسمه ازاي يعني؟ يعني دي عربيته بقى هو حر يحطها قدام يا فندم يعني. بص يا فندم بيحصل هنا بعض الحاجات مش موجوده في العالم كله. هي مش موجوده في العالم بس هو الناس بتعمل كده يعني. لا غلط يا فندم. طيب. ما يكتبش. ماشي يبقى دي مخالفه هي يا جماعه. مخالفه. ايه تاني؟ عدم غلق ابواب المركبه اثناء السير، ده بالنسبه للعربيه الثانيه. الانتظار على فكره في فرق بين الانتظار او الوقوف الممنوع، هي مشروع موجوده في الشريحه الثانيه، والتوقف في الممنوع. يعني طيب احنا فاضل لنا كام شريحه يا فندم؟ شريحه نخش بقى في الشريحه الثالثه بسرعه. الشريحه الثالثه بتتكلم من 1000 2000 جنيه، التجاوز السرعه المقربه بما لا يتعدى 30 كيلو. يعني سيادتك على السريع ما مشيتش زياده عن 150. تمام. قياده مركبه برخصه قياده او تسير منتهيه، قياده مركبه برخصه قياده لا تجيز، قياده بسرعه، عدم استعمال الانوار الاماميه والخلفيه اثناء السير او التوقف، استعمال المركبه في مواكب وافراح، يعني حوالي 18 19. انا عندي شريحتين او ثلاث شرايح بس هما مهمين قوي ست لو مش هينفع ان احنا ناخدهم سريعا يعني. طيب يعني انا عايزه اتكلم مع حضرتك فيهم باستفاضه اكتر، كمان احنا معانا مداخلات تليفون كتير وعايزين ناخدها بس يعني الوقت للاسف. طيب انت اللي يعني عايز نقول الشريحه الرابعه بسرعه، يعني الشريحه الثالثه دي فيها 36 مخالفه.
لا انا مش عايزه اعديهم، انا عايزه اطلب من حضرتك مع الحلقه الجايه لو ما كانش. يا فندم بس يا ريت احنا نطلع بدري شويه. لا ما كانش في ماتش كاس العالم عشان بس الناس تسمع. هو بس ماتش كاس العالم. بس عايزه اقول لحضرتك بجد الموضوع مهم، وانا زمايلي بيقولوا لي كمان ان كمان كان في مداخلات تليفون عايزين يكلموا حضرتك يسالوك، عشان كده احنا عايزين نعمل ده. وانا نفسي كده عشان الناس تبقى مطمئنه ان بيطلع كلام مش كويس، ونعرف كمان من حضرتك يعني بيطلع كلام مش كويس ومش يعني استنفار ضد القانون من قبل ما يطلع. والحاجات المتداوله على الانترنت ده مهم قوي سياده، اللي هو ان احنا برضو نتكلم فيها يعني. فعشان كده احنا هنسيب ده للحلقه الجايه. زملاء الصحفيين كلموني قبل كده وانا وزملائي الموجودين في الخدمه انكرنا الكلام ده، يعني كان مش لحاجه، مش لحقوق، احنا هنعمل ده لان مش موجود يا جماعه. وبنفكر الناس ان احنا هنفتح لكم التليفونات. معلش انا بعتذر عن كل التليفونات اللي جات لنا النهارده وما قدرناش ناخدها لسياده اللواء، بس ان شاء الله هتكون معانا التليفونات دي كمان بالاشاعات المتداوله على الانترنت. سياده اللواء حضرتك يعني بقيت خلاص واحد من اسره اخر الاسبوع. ده يشرفنا، اهلا وسهلا. بس لو نبدا المره الجايه زي ما اتفقنا 9 10 من الناس كلها ان شاء الله على القانون اكتر. وبالعكس وانا ارجو وانا احس لما الناس هتعرف الموضوع وبسطته مش بالتضخيم الموجود هيبقوا يعني 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 عايزين هذا القانون يطبق للحفاظ على ارواحهم. صحيح. لان الكونسبت بتاعه وبسرعه انا عارف الوقت اللي انتهى، ان مقصود بهذا القانون اتعمل عشان الحوادث اللي كثرت عندنا. صحيح. ده احنا للاسف مش لجلب فلوس او كلام ده، لا بالعكس متصدرين في حوادث الطرق ودي مشكله. بالزبط. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء مدحت قريتا مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على وجودك. بشكر حضراتكم كمان مشاهدينا على متابعه حلقه النهارده من اخر الاسبوع، وان شاء الله بوعدكم ان مداخلاتكم معانا، وانا بعتذر عن كل المداخلات اللي جات وما قدرناش ان احنا نستقبلها النهارده، بس ان شاء الله تكونوا معانا في الحلقه الجايه. شكرا جزيلا على متابعه حضراتكم. بكره الساعه 9 الصبح الاعاده، واشوفكم الجمعه الجايه في نفس الميعاد على الف خير. تصبحوا على خير.